باشمهندس باشمهندس الحمد لله على السلامه يا باشمهندس. الله يسلمك يا فتحي. اهلا اهلا. أنا متأكد من اللي أنا بقوله، في بترول يعني في بترول. المنطقة دي كلها كنوز، السد العالي وآبار البترول، ومين عارف كمان لو دورنا نلاقي مناجم فحم وذهب وفضة و... كفاية بقى. كفاية كفاية بترول بس نلاقيه. أنت عندك شك؟ أنا ما عنديش حاجة أبدا. أنت انهزامي. أنا إيه؟ مفيش حاجة. روح جهز نفسك عشان نروح الموقع. موقع إيه؟ موقع البترول. آه طيب. أنا انهزامي يا انعدامي. أنت جاهل. أوقفوا هذا العبث بالتواصل الإنساني، أوقفوا هذه المهزلة. مهندس رقيع، بلاش رقيع، اكتبي بسيط. مهندس بسيط يخلق منام الفراعنة العظام، مدعيا أنه يبحث عن البترول. اسمه إيه الولد ده؟ اسمه سامي. سامي فؤاد. طيب هات الورقة دي عشان أتذكر اسمه. الشغله دي لازم تخلص النهارده. حاضر. جهز نفسك يلا. حاضر. يلا. اهلا وسهلا باشمهندس. اهلا. العمال كلهم جاهزين؟ على سنجة 10. صحتهم كويسه؟ كويسه الحمد لله. كسل دلع مش عاوز. حاضر يا باشمهندس. المجرم؟ انت القاتل؟ حضرتك؟ حضرتك القاتل؟ قاتل التاريخ؟ انت المجرم اللي بيحفر الارض ويحطم مقابر عرايس النيل؟ عرايس يا فندم، بتكلم كويس. فين الورقة؟ فين الورقة؟ اسمه سامي، سامي فؤاد من المنيا. مين حكاية المنيا دي اللي كشفت كل حاجة؟ اكتشفت ايه يا فندم؟ مؤامرة. مؤامرة؟ المهندس ده من المنيا، يعني من نسل الأسرة التاسعة. والأسرة التاسعة كان بتحقد على الأسرة الثابتة اللي أنشأت مقبرة عروس النيل. ودلوقتي بعد آلاف السنين يجي واحد من سلالتهم يتم رسالة أجداده؟ إنما ده بعده. في المهندس. المهندس؟ هو اللي هناك يا فندم. متشكر. ما
مجرم، يا قاتل، يا محطم التراث الإنساني، يا لص الخلود، يا عميل الأسرة التاسعة. فهمني أنت عايز إيه؟ عايز إيه؟ عايز أمنع أكبر جريمة في التاريخ، عايز أمنع مغفل زيك من تحطيم الخلود. خلود إيه يا أخي ناهم؟ عاسبني. أسيبك؟ أسيبك إزاي؟ أسيبك تحطم على عايز النيل؟ عايز نيل إيه؟ أوعى راجل مجنون أنت؟ يا ناس ياهو، ما تحوش الراجل المجنون ده؟ أنا مجنون يا محطم التراث الإنساني، أنا مجنون؟ أيوه مجنون. معلش يا فندم، هو خلاص هيبطل حفر. أبطل حفر إزاي؟ خلاص 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 خلاص، وانا هجيب امر بعدم الحظ، هجيب قرار وزاري. كلام صح يا فندم، وانا هفضل انا اهو علشان ما حدش يحكي كده. انا متشكر، ما تعرفناش ببعض. انا الدكتور حسن، عالم الاثار ومكتشف اسباب حول عينين تحتمس الثالث، ودي تلمستي وسكرتيرتي ليلى عبد الواحد احمس. تشرفنا. انا فؤاد، فؤاد رمسيس يا فندم. تشرفنا. متشكرين يا فندم. مع السلامه يا فندم. ايه الحكايه يا رمسيس؟ فهمني يا عميل الاسره التاسعه. تسعه ايه وتمنت ايه؟ اوه مش وقته، ابتدي الحفل. يلا الو. ايوه من المزيد، طالب مصر معاكي. ديدي ازيك؟ وازاي عمي؟ كلكم كويسين؟ انا كويس. ابتدينا النهارده، ربنا يسهل. هو ده معقول يا شيخه؟ نلاقي بترول من اول يوم؟ قوليلي عملت ايه في الفيلا؟ لقيت فيلا اتجنن في اول شارع الهرم، ليه؟ انا مش بطاله، وثلاث اوض تحت واوضتين فوق. وانت هتكلمني امتى؟ كل ليله يا حبيبتي. تصبح على خير. انا خلصت التقرير وهنام على طول. مع السلامه يا رحمه. مع السلامه. مجانين. لا 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 لا، بلاش المجانين دي، خليها العابسين. عايز اعرف ازاي تبقوا نايمين هنا وفي غفره وتتسرق البريمه دي؟ على الاقل عايزالها 20 راجل عشان يتعتعوها من مطرحها. عدم المؤاخذه يا باشمهندس في دي الكلمه، اصل المنطقه دي كلها مسكونه. مسكونه؟ يعني فيها عفاريت يعني؟ والله دي حاجه سمعناها ابا عن جد. يا ريس رشمون، يا ريس رشمون. في ايه يا عبد الله؟ البير الغربيه اتردمت. اتردمت؟ اتردمت ازاي؟ صباحنا الصبح لقيناها مردومه. لازم العفاريت اللي سرقوا البريمه هم اللي ردموا البير. بلاش كلام فارغ، مفيش غيره. هو هو مين؟ الدكتور حسن. الدكتور حسن والبتاع اللي معاه يردموا البير ويشيلوا البريمه؟ ده لازم الدكتور هراقي. خليك هنا ولا تتحرك لغايه ما ارجع. تعالوا معايا. اسمع يا استاذ، لما اقول لك المساله مش فوضى، فاهم؟ عمل ايه تاني الراجل بتاع الجاز؟ انا بتاع الجاز، انا سامي فؤاد. في حاجه تانيه؟ انت خدعتيه، انت نصاب، انت كداب. انا مش عاوز شتيمه، انا جاي احذرك ان انا مدي امر العمال، اي حد منكم يقرب من موقع هيتحدف في البحر. بحر ايه يا معتدي على اجدادك يا عميل الاخر؟ بطل شتيمه، المساله مش هزار. طبعا مش هزار. وعاوز افهمك حاجه، لو ما لقيناش البريمه هبلغ البوليس. برليمه ايه يا جدع انت؟ اللي حضرتك سرقتها. اخص عليك يا قليل الحياة، أنا سرقت البريمة؟ لا العفاريت. يمكن. حصل إيه في البير بتاعت الجاز؟ اتردم. اتردم؟ البريمة اتسرقت وبير الجاز اتردمت؟ البريمة اتسرقت وبير الجاز اتردمت، البريمة اتسرقت وبير الجاز اتردمت، البريمة اتسرقت وبير الجاز اتردمت. ليلى، أنت معايا؟ البريمة اتسرقت وبير الجاز اتردمت. البريمة اتسرقت وبير الجاز اتردمت. دكتور عرفت. كبسوس فانتوس. كبسوس فانتوس. كبسوس فانتوس. فانتوس. كبسوس. بس يا راجل يا ملحوس. مبروك يا فندم،
ده انت وقعتك سودة، ده انت وقعتك مهببة. مهببة؟ انا مش هرد عليك. المسألة تطورت، تطورت جدا. فكرك هيعتقوك؟ هما مين دول؟ اجدادك الفراعنة. فكرك هيسيبوك تعبس بمقابرهم؟ فراعنة ايه ومقابر ايه؟ انا جاي احذرك من حاجة يا استاذ، اللي هيقرب من المنطقة اللي انا فيها هقطم رقبته. انت متأكد انهم عفاريت؟ طب مش بسم الله الرحمن الرحيم يبقوا مين بقى؟ انت ما سمعتش عن لعنة الفراعنة؟ سمعت. طيب ايه عملت ايه؟ رحت الراجل مجنون بتاع الاثار وقال لك العفاريت برضه. يا رئيس رشوان انا عاوز راجلين جدعان يحرسوا الموقع الليلة ولا يغمضوا. حاضر يا باشمهندس. اسمع عبد الله، انا عايز اتنين ضروري النهارده عشان يحرسوا الموقع. لا العمال مش عايز كده. يا عبد الله يعني مفيش فايده؟ ما تاخذنيش يا باشمهندس، الرجاله خايفه. خايفه؟ في رجاله تخاف؟ شوف لي راجلين زي ما قلت لك. مش فاضيين. يتفضلوا روحوا في 60 دقيقه. يا باشمهندس احنا غلطانين، اللي بيشعل وسط الاثارات. احنا مش قد لعنه الفراعنه. مفيش حاجه اسمها لعنه الفراعنه يا غبي. اتفضل مع السلامه انت كمان. ايه كده؟ انت حر. رايح فين انت كمان؟ ماشي. الله، مش عايز تقعد لوحدك؟ خليك هنا بلاش دلع. لما اشوف اخر ده ايه؟ والله انا قلبي مش مطمن الحكايه دي خالص. في الميه. ها؟ انت اكيد جرى لعقلك حاجه. استناني هنا لما اشوف حاجه. ده ايه؟ ايه؟